شغن نقول لك اخويا، بالنسبه اليوم اخويا كاين واحد الاقبال كبير عند الناس، خصوصا كيتقدوا المواد الغذائيه بصفه عامه، المواد الاساسيه. وبالنسبه لهذا الزحام هذا، راه هذا الاكتظاظ اللي كاين راه بالنسبه على كيشكل خطر، كيشكل خطر على جميع المواطنين. وبالنسبه للمواد الغذائيه دابا راه ولينا اتصلنا بالشركات، لقينا بعض المواد الاساسيه ما كاينينش، والناس كاين الاقبال بزاف على هذه المواد اللي ما كاينينش عند الشركات، والاقبال كاين بزاف على هذه المواد الاساسيه. وبالنسبه لهذا الزحام هذا، منو كنتعرضوا للسرقه، منو كنتعرضوا لهذا الاكتظاظ هذا، الخطر على اللي كيشكل على هذا الفيروس هذا اللي كاين. وبالنسبه للاثمنه، حنا الاثمنه ما نقدروش نتفاوتوا عليها، حيت حنا عندنا 5 دراهم فيكسيا مافيشين في المحل ديالنا من الداخل ومن على برا، الاثمنه كلها ب5 دراهم. وبالنسبه لبعض الشركات اللي اتصلنا بهم، هو بحال مثلا السكر، بحال مثلا الدقيق، اتصلنا بهم هذا الصباح هذا، قالوا لنا ودي راه داك الشيء اللي كاين قليل، كندوزوا لهم لا كوموند، كيقول لنا هاد لا كوموند اللي دوزتي راه ما كاينش هاد العدد هذا اللي طلبته. بالنسبه للتخزين ديال المواد الغذائيه اللي عندنا، كافينا تقريبا باش نخدموا واحد 10 ايام بحال هكا، ولا 15 يوم. غير حنا قلنا منين شفنا هاد الشيء هذا، الاقبال هذا وهاد الزحام هذا، قلنا نعاودوا نزيدوا عاوتاني سلعه اخرى، ولكن مع الظروف اللي شفنا دابا، قالوا لنا الشركات مع من كانت تعاملوا، لقينا بان ما قالوا لنا هذا الخبر هذا ديال ما كاينش هذه السلعه اللي كطلبوا، هذا العدد اللي كطلبوا راه ما كاينش. واش غادي نقول لك اخويا، خرجنا لقينا الزحام، تفاجئنا بهذا الشيء، تفاجئنا لقينا الناس يتقداو بزايد، قال لك كورونا ما كورونا، احنا مدعين في الله اللي جابها الله مرحبا بها. المهم الناس دايرين الاحتياط، الانسان يدير القمامه ما يعقم يديه، يحذي وليداته، ما يدخلش البلاصه اللي فيها الناس بزاف، هذا الشيء اللي عطى الله. المهم الناس يتقداو. اش غادي نقول لك، احنا ما بغيناش هذا الشيء يكون، بغينا زعما يكون داك الشيء عادي، يبقاو الناس كيف ما كانوا هاد الايامات. ايوا ملي دابا الناس قالوا با يسدوا الدراري، با يوقفوهم من المدرسه، ما عرفناش. المهم حنا اللي داروا الناس حنا معاهم. ايوا الاثمنه عاتيه، ما زايدين ما ناقصين، داك الشيء اللي كنتقداو به في الايامات العاديه حتى اليوم، حتى اليوم باقي الثمن عادي، باقي الثمن عادي. السوق الخضره مازال ما مشيناش نشوفوه، تيقولوا راه المقضيه زايده، غارقه الدنيا، عامره المقضيه. من البارح اليوم كاين اكتظاظ بالنسبه للناس جايين تيتقداو بزاف، متخوفين من هذا الفيروس ومن هذا العجب. وبالنسبه للاثمنه راه جد مناسبه مزيانه، وبالنسبه للزياده راه ما يمكنش نزيدوا شي حاجه، هذا الشيء اللي عطى الله. خويا هو الناس اكثريه كل شيء خايف، فهمتي، ولكن الناس بزاف كتجي بحال هذه المناسبه ولا شي حاجه كتقدا سلعه كثيره، ما عرفتش. المهم الناس يبغوا يستوكيو. لا لا ما كاينش احتكار خويا.